بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بكم اجمل ترحيب كلهم باسمه وصفته ومكانه ومكانته. موضوعنا لهذا اليوم عن اختبار هارفارد للخطوه. سوف نتناول موضوع اختبار هارفارد بالطريقه الطويله والطريقه المختصره والطريقه البيوميكانيكيه. سوف نقوم بتطبيق المعادلات لكل طريقه في نهايه الفيديو. سوف نبين ما هو الهدف من الاختبار والفئات المستهدفة والجهاز المستهدف، فتابعنا إلى النهاية. على بركة الله نبدأ. هناك العديد من الاختبارات لتقيس اللياقة البدنية، أو بمعنى أدق القدرة الهوائية، أو عنصر التحمل العام للأفراد ولمختلف الفئات العمرية للذكور وللإناث. وطريقة الأداء تقريبا نفس طريقة الأداء، يختلف مع زمن الاختبار، ارتفاع الصندوق، عدد الخطوات والمعايير، لكننا سوف نركز على اختبار هارفارد للخطوة. وهذا الاختبار يختص بالشباب، مدة الاختبار 5 دقائق. الفئة المستهدفة طبعا هم الشباب. لا يصلح هذا الاختبار لمن يعاني مشاكل في العمود الفقري، أو مشاكل في الركبتين، أو عنده زيادة الوزن، أو كبار السن، أو مشاكل في القلب. عليه استشارة الطبيب. طريقة أداء الاختبار: يقف المختبر مواجه المقعد الخشبي أو الكرسي أو المصطبة، وعندما تعطى إشارة البدء يقوم بالصعود والهبوط على المقعد الخشبي بمعدل 30 خطوة في الدقيقة، مع ضرورة الاحتفاظ بالجسم مستقيم أثناء الصعود والهبوط على المقعد وأثناء الوقوف عليه. يتم الصعود والهبوط من فوق المقعد في 4 عدات طول فترة الاختبار: فوق 1 أحد القدمين على المقعد، ثم بعد ذلك العدة الثانية فوق 2 القدم الأخرى بجوارها فوق المقعد، ثم تحت 1 القدم الأولى على الأرض، تحت 2 القدم الأخرى بجوارها. ويتم تنظيم إيقاع الخطوة عن طريق المترونوم أو نغمة خاصة، ممكن أن أنت تنزلها من اليوتيوب، أو هناك تطبيقات تكتب مترونوم على موجود في جوجل بلاي، نزل التطبيق. فوق 1 وفوق 2 وتحت 1 وتحت 2 هذه بتعتبر عدة واحدة، يعني بيطلع برجل الأولى ثم الرجل الثانية، وبعدين بينزل برجل الأولى ثم الرجل الثانية، وهذه 4 تعتبر عدة واحدة. يستمر المختبر في الصعود والهبوط على المقعد بمعدل 30 مرة في الدقيقة لمدة 5 دقائق متصلة دون توقف. ما لم يحدث التوقف نتيجة عدم القدرة على الاستمرار، يعني لو ما قدر يستمر اللاعب في الأداء نتيجة إحساسه بالتعب أو الإجهاد، يتم إيقاف الاختبار. في هذه الحالة تحسب للمختبر الزمن الذي استغرقه في الأداء بالثواني، يعني لو دقيقتين، دقيقتين ونص، احسب له الزمن. يتم حساب الزمن وتحويل هذا الزمن إلى ثواني، ثم يتم بعد ذلك تطبيق المعادلة. الغرض من الاختبار قياس القدرة الهوائية للاعبين أو للأفراد، قياس قدرة الجسم على التكيف للأعمال والواجبات البدنية الشاقة، وسرعة الاستشفاء من المجهود اللي هو سرعة العودة للحالة الطبيعية الريكفري. ويستفاد من الاختبار تصنيف الأفراد وفقا للفروق الفردية فيما بينهم في مستويات اللياقة البدنية إلى مجموعة مستويات: المجموعة الغير متميزة في اللياقة غير اللائق، والمجموعة الثانية المجموعة ذات المستوى العادي في اللياقة البدنية الأشخاص اللي يمارسوا الرياضة من أجل الصحة، والمجموعة المتميزة في اللياقة البدنية أو القدرة الهوائية اليوم الأكثر اللياقة اللي هم الرياضيين. ويمكن تحديد غرض اختبار هارفارد للخطوة: قياس وتقويم وظائف القلب والجهاز التنفسي، قياس وتقويم التحمل الدوري التنفسي، قياس اللياقة البدنية التي تتطلب إلى العمل العضلي والقدرة على الشفاء من المجهود. والدراسات التي أجريت على صدق الاختبار أن الطلاب الرياضيين يحققون درجات عالية من الطلاب الغير الرياضيين. الأدوات والأجهزة اللازمة: مقعد خشبي أو سلم أو درجة أو منضدة أو مصطبة، تكون بارتفاع 51 سم وبطول 40 وعرض 30. ما يهمنا هو الارتفاع، وأيضا ساعة إيقاف ومترونوم لتنظيم إيقاع الخطوة. طبعا قلنا أن مدة الاختبار 5 دقائق، ولكننا سوف نقوم باختصار الفيديو حتى ندخل على القياسات مباشرة، واختصار لوقت حضراتكم وما يطولش عليكم الفيديو. ثم بعد ذلك سنوضح أهمية التحمل وطرق تنمية التحمل. الآن المتدربين تقريبا أوشكوا على الانتهاء. لاحظ على الستوب ووتش في أقصى اليمين، في الأعلى في أقصى اليمين، باقي 10 ثواني لانتهاء الوقت المحدد اللي هي 5 دقائق. أول ما ينتهي 5 دقائق مباشرة تعيد ضبط الستوب ووتش وتبدأ بحساب 3 دقائق ونص التي سوف يتم من بينها أخذ قياسات النبض. أول ما تعطى إشارة الانتهاء من المترونوم بنغمة خاصة مختلفة، يجلس المتدربين على المصطبة أو على الكرسي دون أن يفعلوا أي شيء، يقعد فقط لمدة دقيقة. أول ما تنتهي الدقيقة سوف يتم احتساب النبض لمدة 30 ثانية، ويمكن أخذ النبض من عدة مناطق في الجسم، من الشريان الكعبري أو الشريان العضدي، لكن يفضل أخذ
يأخذ من الشريان السباتي الرقبة أسفل الدقن بجانب الحنجرة. طبعا سوف يجلس المتدرب على الكرسي دون أن يفعل أي شيء لمدة دقيقة كاملة، وقبل ما تنتهي الدقيقة بعشر ثواني يكون قائم على الاختبار قد استعد وبدأ يتحسس النبض عند الرقبة في الشريان السباتي للمتدرب أو المختبر أو اللاعب أو الطالب. أول ما تنتهي الدقيقة الأولى يقوم الفاحص باحتساب النبض لمدة 30 ثانية ثواني وتنتهي الدقيقة الأولى. الآن يبدأ احتساب النبض للاعب لمدة 30 ثانية، ولا بد للمدرب أن يكون له فريق عمل مساعد تم تدريبه إذا كان عدد اللاعبين أو عدد المختبرين كثير، ويتم تسجيل عدد ضربات القلب في هذه 30 ثانية في ورقة أو في دفتر أو في مذكرة. بعد الدقيقة ما تنتهي من دقيقة إلى دقيقة ونصف هنا يتم احتساب النبض وتسجيل عدد ضربات القلب في 30 ثانية أو في النصف الدقيقة بعد الدقيقة الأولى. انتهت 30 الثانية الأولى للدقيقة الأولى، الآن يقوم القائم بالاختبار بتسجيل عدد ضربات القلب خلال 30 ثانية الأولى من الدقيقة الأولى في ورقة خارجية أو في كشف تفريغ البيانات الخاصة باللاعب. الآن لو نلاحظ الستوب واتش في الأعلى في أقصى اليمين تكاد الدقيقة الثانية أن تنتهي، وأول ما تنتهي الدقيقة الثانية يتم حساب النبض لمدة 30 ثانية في الدقيقة الثانية وبنفس إجراءات نصف الدقيقة الأولى للدقيقة الأولى. الآن ابتدأ حساب النبض في الدقيقة الثانية لمدة 30 ثانية، وعلى القائمين بالاختبار أن يكونوا دقيقين في حساب عدد ضربات القلب خلال 30 ثانية حتى يتحصلوا على نتائج دقيقة سواء في القياس القبلي أو في القياس البعدي للبرنامج التدريبي. هذه الأرقام وهذه القياسات تعطي رؤية واضحة للمدرب عن مستوى تقدم اللاعب وأيضا فعالية البرنامج التدريبي المتبع. انتهت النصف الدقيقة الثانية للدقيقة الثانية، ويقوم الآن القائمين على الاختبار بتسجيل عدد ضربات القلب خلال هذه 30 ثانية، والقراءة في الدقيقة الثانية بالتأكيد سوف تكون أقل من القراءة الأولى لأن اللاعب الآن في حالة استشفاء للعودة إلى الحالة الطبيعية. والقائمين على الاختبار قاموا بتسجيل النتائج. الآن القائمين على الاختبار يقومون بالاستعداد لأخذ النبض المرة الثالثة والأخيرة للمختبرين. انتهت الدقيقة الثانية، مع بداية الدقيقة الثالثة يبدأ الفاحصين بأخذ القياسات أو عدد ضربات القلب من المفحوصين في النصف الدقيقة الثالثة والأخيرة من الاختبار، وكلما قلت الأرقام في القراءات الثلاث ارتفع مؤشر الكفاءة البدنية، وكلما زادت الأرقام في القراءات الثلاث قل مؤشر الكفاءة البدنية. سوف نرى ذلك أثناء تطبيق المعادلات بالطريقة الطويلة والطريقة القصيرة. ثواني وتنتهي النصف الدقيقة الثالثة. انتهت النصف الدقيقة الثالثة، الآن يقوم المختبرون وبالتالي ينتهي الاختبار، يتم تسجيل الأرقام، والآن ننتقل إلى تطبيق المعادلات بالطريقة الطويلة والطريقة القصيرة والطريقة البايوميكانيكا. نطبق المعادلة الأولى بالطريقة الطويلة. المعادلة بتقول مؤشر الكفاءة البدنية بيتساوي عدد الثواني الذي يستغرقها المختبر في الأداء في 100 قسمة 2 في عدد مرات النبض في العودة إلى الحالة الطبيعية، يعني الثلاث القراءات. طيب احنا اشتغلنا 5 دقائق، يتم تحويل الخمس دقائق إلى ثواني عن طريق الضرب في 60، فنقول 5 × 60 بتساوي 300، 300 دي ثانية، يبقى عدد الثواني اللي استغرق المختبر هنا بتكون 300 في 100، 2 في عدد مرات النبض العودة إلى الحالة الطبيعية. احنا مثلا نفترض أحد المختبرين جاب 78 زائدا 75 زائدا 70 ويساوي 223، 223 حتكون هنا في عدد مرات النبض. طيب مؤشر الكفاءة البدنية احنا قلنا هناك 300 في 100 يطلع بكم؟ 30,000، واثنين في مجموع النبض الثلاث القراءات الثلاث ويساوي 446، ولو قسمت 30,000 على 446 يطلع لك 67. معايير الطريقة الطويلة، هذه معايير الطريقة الطويلة، أقول لك إذا أقل من 55 مستوى ضعيف في الكفاءة البدنية، 55 إلى 64 مستوى منخفض، من 65 إلى 79 مستوى مقبول، من 80 إلى 89 مستوى جيد، ما فوق 90 مستوى ممتاز. أما في الطريقة القصيرة لجونسون حناخذ قراءة واحدة فقط اللي هي بعد الدقيقة الأولى لمدة 30 ثانية فقط، ما بناخدش ثلاث مرات، لا حناخد مرة واحدة فقط، والرقم هنا برضو أيضا حيختلف، مش حيكون 2 لا حيكون 5.5،
يبقى 5.5 في عدد مرات النبض بعد الدقيقة الأولى لمدة 30 ثانية. طبق المعادلة عاد. طيب والمعايير؟ اختلفت المعايير برضه. أقل من 50 مستوى ضعيف، من 50 إلى 80 مستوى متوسط وما فوق، من 80 مستوى جيد. أما الطريقة الثالثة أو الطريقة الميكانيكية، إحنا حنستخدم قانون الشغل، القوة في المسافة، حنحط عليها معدل الصعود في الدقيقة. نفس الإجراءات، بس إحنا مش حناخد النبض في الطريقة هذه، لا، إحنا بناخد وزن اللاعب وارتفاع الصندوق وضبط الإيقاع اللي هو 30 مرة في الدقيقة. إحنا بنضبط الإيقاع على 120. ولو افترضنا مثلا أن ارتفاع الصندوق مثلا 40 سنت، أنت تتحكم بارتفاع الصندوق هنا. إحنا مش هناخد نبض، ممكن تخلي 40 50 يزيد يقل، ومعدل الصعود والنزول 30 مرة في الدقيقة، ووزن المفحوص حتختلف الأوزان. نطبق قانون الشغل ونقول 70 اللي هو وزن اللاعب اللي يتمثل القوة في المسافة، حطيناها 40 سنت في 30 اللي هو 30 مرة في الدقيقة، ويساوي كم؟ ويساوي 840. 840 هذه لمدة دقيقة. اضرب أنت 840 في عدد الدقائق اللي يستغرقها المختبر. نشوف الاختبار بالطريقة الطويلة على الأكسل. هذول اللاعبين، بعض من اللاعبين، هذه القراءات الثلاث للاعبين، وهذه مجموعة القراءات، وهنا طبقنا المعادلة، طلع مؤشر الكفاءة 67، اختلفت مؤشرة الكفاءة. هذا القياس القبلي، ونفس الإجراءات بالقياس البعدي. طيب أنا كمدرب أشي أعرف نسبة التحسن لللاعب بعد ما طبقت عليه البرنامج التدريبي. أنا حاجة أخذ مؤشر الكفاءة، مؤشر الكفاءة البدنية، قياس القبلي والبعدي، وحنقول يساوي نسبة التحسن. حنقول القياس البعدي ناقص القياس القبلي قسمة القياس القبلي في 100، حيطلع لنا نسبة التحسن، ونطبقها على الكل. ولا شتي نسبة التحسن للفريق ككل، باقي هنا أجمع الثلاث القراءات، أجمع القراءات الخمس القراءات أو نسبة التحسن للاعبين، واقسمها على العدد، بيطلع لي نسبة التحسن للفريق ككل 20%، ونسبة التحسن لكل فرد بين القياس القبلي والبعدي هذا 13، هذا 16، هذا 19، هذا 24، وهذا 26. نجمع القراءات كامل ثم نقسمها على العدد. من معي أنا 5 مختبرين، اقسمها على 5، معك 10 اقسمها على 10، حيطلع لك نسبة التحسن للفريق. وفي الطريقة القصيرة أيضا حتستخدم نفس الإجراءات. إحنا قلنا نأخذ قياس النبض لمدة لمرة واحدة فقط، لبعد الدقيقة الأولى لمدة 30 ثانية، ونطبق المعادلة الطريقة القصيرة وهذه المعايير. وبعدين أنت بتطلع نسبة التحسن من خلال الفرق بين القراءة الأولى والقراءة الثانية، وتقسمها على القراءة الأولى وتضربها في 100. ونفس الكلام لو تشتيها للفريق كامل، حتجمع القراءات دي وتقسمها على العدد اللي هم 5، حيطلع لك نسبة التحسن للفريق كله. أما الطريقة الميكانيكية، الموضوع يختلف. احنا قلنا ناخذ وزن اللاعب وارتفاع الصندوق ومعدل الصعود والنزول في الدقيقة. استغرق احنا كم قلنا 30، هذا استغرق 3 دقائق، هذه المدة 3 دقائق، فكان 120. نضرب الأرقام دي مع بعضها البعض، بيطلع لنا نطبق المعادلة ونضرب الأرقام دي بعضها البعض، يطلع لنا الشغل. هذا في القياس القبلي وهذا في القياس البعدي. وعشان نطلع برضو نسبة التحسن نفس الحكاية، نيجي مثلا ناخذ الشغل في القياس القبلي والقياس البعدي ونطلع نسبة التحسن. أما إذا كنت تريد تحويل الأرقام إلى درجات، فأنت يا إما وضعت هذه القيمة أو ناتج حاصل ضرب القيم تحت الجذر التكعيبي، أو إن أنت بتستخدم قانون النسب المئوية، حتشوف أعلى قيمة بين المختبرين وحيكون هذا الكل، وتعمل الجزء على الكل في 100، ويطلع لك بعدين بالأخير لكل مختبر رقم. يعني هذا المختبر حيكون السنبل أو الأيدل، ده اللي هاخد 100 من 100 أو 10 من 10، وتطبق قانون النسب المئوية وبيطلع لك. ولو تشتي بعدين تطلع نسبة التحسن، ما تطبقش الكلام على الدرجة، لا، تطبقها على الشغل عشان يطلع لك نسبة التحسن، واجمع نسبة التحسن واقسمها على العدد اليوم 5، بيطلع لك نسبة التحسن للفريق ككل. أي أفضل من الطرق؟ هل الطريقة الميكانيكية أو الطريقة دي أو الطريقة؟ أنت الطريقة اللي حتستخدمها في البرنامج التدريبي في القياسة القبلي، استخدم نفس الطريقة في البعدي. أما إذا كنت تطلع درجات للطلاب أو تعمل فروقات بين اللاعبين، أنا أفضل الطريقة الميكانيكية من وجهة نظري، حيث أنها تراعي وزن اللاعب وارتفاع الصندوق والقدرات البدنية. كنت أتمنى أن أتحدث عن تحمل أو عنصر التحمل العام، كيف نحن نبدأ نطور هذا العنصر والطرق والوسائل في تنمية التحمل العام، كيف نقنن الأحمال التدريبية، لكن الفيديو
حجمه طال أكثر من اللازم والناس ما تحب الفيديوهات الطويلة، فإن شاء الله في فيديوهات قادمة نوضح ذلك. هذا كان هو موضوعنا لهذا اليوم، إن عجبك الموضوع شاركه لكي يستفيد منه الجميع، فزكاة العلم نشره، وتعليقاتك تسعدنا، وما تنساش تشترك في القناة على اليوتيوب وتفعل زر الجرس، ومتابعة صفحتنا على الفيسبوك مع خالص مودتي للجميع دكتور جمال الوصابي.